مجموعة أشواط هذه الأمسية التراثية الجميلة. ذكركم بانطلاقة رموز أبناء القبائل غدا صباحا، هناك أيضا مع سيف الإمارات لأبناء القبائل سوف ينطلق غدا في 6:30 من صباح يوم الغد. هناك أيضا في هذه المسافة 8 كيلومترات، وهناك أيضا 4 أشواط للمسافة الماراثونية سوف تنطلق أيضا غدا صباحا بهذا المضمار في هذه الختام، هذا الختام الجميل هنا في ميدان المرموم تحفة الميادين الميدان الذكي. رابع شوط الختام هنا بهذا التحدي بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وسيارة فائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. وبعد هذا الشوط نسدل الستار على سن الثنايا هنا في أرضية هذا الميدان، نتابع الصدارة، نتابع الغزي على الصدارة، ولكن أرى من الجانب الآخر، من الجانب الآخر هنا عسير من انطلقت على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وتاتي السعودية. من الجانب الآخر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة، والراعبية تصل بهذا الانطلاق الجميل لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في التضمير بهذا الأداء المميز، والوصول كذلك هنا الوصول من إشعاع من هجن الرئاسة بقيادة علي بن أمي اللوهيبي وفتون من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هناك منصورة أيضا تنضم بهذا الانطلاق الجميل إلى سباعية هذا الانطلاق لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في تضميرها، ما شاء الله سباعية جميلة كوكبة متميزة من الثنايا الإبكار المتواجدات بهذا الانطلاق. ناخذ ثامن مراكزنا، تأتي براقة من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، وهناك القادمة لغزي لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن قلبان بالصايغ المزروعي في تضميرها، وعاشر مراكزنا المركز العاشر والقادمة هنا أيضا بهذا الانطلاق الحذرة من هجن الرئاسة مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق المميز والجميل، هذه هي نتائجنا، ها هي إذن الأسماء هنا تنطلق تتحدى في هذه الإثارة والتحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، إلى المسيرة هذا الأداء الجميل. أرى شعاع، إشعاع هنا، شعاع من شعت هنا بهذا الانطلاق الجميل من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي من انطلقت على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنا تنطلق أيضا عسير وفتون تأتي ثالثا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهنا أيضا تأتينا بهذه الانطلاقة لغزيل من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، الوصول كذلك من الراعبية من الجانب الآخر لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين، ينطلق هنا مع الراعبية بهذا الأداء الجميل، طيرة متميزة أيضا تطير على أرضية هذا الميدان بهذا الشعار الجميل المميز الذي دائما وأبدا يقدم الجديد، هو الجديد في عالم هذا العالم الساحر عالم الهجن. هناك أيضا الوصول على 6 المراكز من السعودية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم فارش بن مبارك بالقوبة يتواجد هنا أيضا مقدم لنا السعودية في هذا الأداء المميز والجميل. المركز السابع، سابع المراكز منصورة تبغي النصر والفوز، هنا منصورة من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الدخيلي
يقدم لنا منصورة في هذا الانطلاق المميز والجميل والتحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المركز الثامن، ثامن المراكز الغزية القادمة أيضا لسمو شيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها، من تنطلق بهذا الأداء المميز والجميل في هذا الأداء المميز. هناك الوصول في هذه اللحظات على المركز التاسع، المركز التاسع براقة تأتينا تاسعا بهذا الانطلاق. هنا أيضا من هجر الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من ينطلق بهذا الأداء المميز والجميل تاسعا. المركز العاشر يأتينا هنا وتأتي بهذا الانطلاق المميز، هنا ربدة من هجر الشحانية مع سالم بن فاران المري من ينطلق بهذا الأداء المميز والجميل. عشر مراكز هنا يعنيها على حضراتكم بعد المغادرة للوحة الأربعة كيلومترات وحزام الغابات هنا في هذا المضمار الذي نتابعه في طريقنا إلى الثلاثة كيلومتر، في طريقنا إلى التحدي، في طريقنا إلى الإثارة، في طريقنا إلى التحدي. مشاهدينا الكرام بهذا الأداء المميز والجميل بهذا التحدي، هنا التغيير، هنا التغيير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. غيرت الغزيل هنا رعية الثيل يوم كراسي الريس مكتظة، ها هي الغزيل على الصدارة على المقدمة من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، وصل كذلك هنا بعسير اللي هو الواثق مع هجن العاصفة محمد بن راشد بن حمد بن غدير يقدم لنا عسير الظافر، كذلك يأتينا هنا أيضا بشعاع من هجن الرئاسة، هنا علي بن بي اللوهيبي الجنتلمان يقدم لنا غزيل أخرى هنا بهذا الانطلاق لسمو شيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقدم لنا لغزيل بهذا الانطلاق المميز والجميل. هناك الوصول، الوصول على خامس المراكز من براقة، براقة من هجن الشحانية، هناك أيضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي بهذا الانطلاق المميز والجميل. الراعبية قادمة ولكن أرى منصورة، منصورة 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 من تسللت بهذا الأداء الجميل من هجن الرئاسة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيري في تضميرها، من تنطلق بهذا الأداء. الوصول من ربدة، ربدة قادمة هنا أيضا من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري الذهبي يقدم لنا ربدة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. هنا تأتينا فتون لهجن العاصفة محمد بن راهد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق المميز. ثامنا وتاسع المراكز الرعبية لسمو شيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين يقدمها، والمركز العاشر تأتي شقرة من هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة مع الثنين كيلومتر ومدرج الهبوط، مدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية بهذا الانطلاق وهذا المضمار. هنا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى لغزيل ولغزيل، لغزيل ولغزيل، لغزيل لهجن الشحانية مع أيضا المضمر محمد بن خالد العطية، ولغزيل لسمو شيخ سلطان بن زايد بن سلطان أنهيان مع أحمد بن غلفان بالصايغ المزروعي. عسير قادمة، عسير هنا أيضا من هجن العاصفة محمد بن راهل بن حمد بن غدير، ومنصورة، منصورة من هجن الرئاسة بقيادة أيضا هنا عيسى بن أحمد بن مايد الدخياني، ووصلت ربدة، ربدة قادمة هنا من هجن الشحانية مع سالم بن فران المري، وهنا على المركز السادس إشعاع على المركز السادس
من هجن الرئاسة مع علي بن مين لوهيبي وسابع المراكز، المركز السابع هناك براقة على المركز السابع من هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي وفتون، فتون هنا المنطلقة من هجن العاصمة محمد بن راهب بن حمد بن قدير. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، إلى المقدمة مع الكيل الأخير. هنا من انطلقنا افتتحنا أبوابه، وهنا دقت الأجراس، دقت أجراس المنافسة، دقت أجراس الصراع، دقت أجراس الفوز والناموس، والغزير على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، لغزير هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. هنا من تأتي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، الشعور الأدعم يتواجد على صدارة. ولكن هنا لأسير أسير من هجن العاصفة محمد بن راشد بن حمد بن غدير، يا ذا الانطلاق، يا سلام، والتحديات، الوصول 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 الوصول، يا سلام الله. انطلقت لغزيل، انطلقت لغزيل على الصدارة، انطلقت لغزيل على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا الشعار الذي افتتح هذه الأمسية، والأمسية التراثية الجميلة، وهنا أيضا يختم هذه الأمسية شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس هجن الشحانية، تهانينا هنا أيضا لمحمد بن خالد العطية على هذا الفوز الجميل للغزيل. تهانينا لك يا المشاغب، ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلنها الفوز، معلنها الناموس. المركز الثاني عسير من هجن العاصفة من وصلت على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتتنا هنا شقرة من هجن الجحانية، المركز الرابع منصورة من هجن الرئاسة، المركز الخامس لغزيل اسمه شيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، المركز السابع ربدة، في المركز السادس هجن الشحانية، المركز الثامن شعاع من هجن الرئاسة، والبقية عند اللجنة، و12 دقيقة 35 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامه. هنا أيضا بهذا الانطلاق الجميل لغزيل هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثاني هنا أيضا من وصلت بهذا الانطلاق المميز الجميل، هنا أيضا عسير ب 12 دقيقة 40 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثقي حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثالث كان من نصيب شقرة من هجن أيضا الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، 12 دقيقة 43 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لأحداث سباق هذا المساء في تحديات